السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 26 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الكبائر، ومنها أن تكلمنا عن كبيرة بغض الصالحين، وكذلك كبيرة الحسد، وكذلك كبيرة سوء الظن بالمسلمين. وبينا لكم حينها أن من عقيدة المسلم الولاء والبراء، أن يوالي المؤمنين وأن يعادي الكافرين. ومن كان من أهل الإيمان يجمع بين إيمانه وبعض أفعاله الفاسقة أو المفسقة، فإنه يحب على ما فيه من خير وإيمان، ويبغض على ما فيه من فسق ونفاق. وبينا أيضا بعد ذلك أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك المسلم، بخلاف الغبطة. فالغبطة أن تتمنى أن يكون لديك مثل ما عند أخيك المسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبينا حينها الأدلة الدالة على ذلك، ثم تكلمنا عن سوء الظن بالمسلمين، وأن الظن الذي لا إمارة له ولا دلالة ولا قرينة لا يجوز أن يوجه إلى المسلم، كما أن المقصود بالظن ليس هو انقداح الأمر في نفس العبد، وإنما هو الاستمرار عليه حتى يكون يقينا. فمن فعل ذلك فقد وقع في هذه الكبيرة. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن بعض الأبواب المتعلقة بكبائر اللسان، ومنها ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب ما جاء في الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم عن سمرة بن جندب مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ساق الآيات التي تبين أن أعظم الظلم الكذب على الله تبارك وتعالى، وأن الكاذب على الله تبارك وتعالى من عقوباته أن يكون وجهه يوم القيامة أسودا. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذي يكذب على الله تبارك وتعالى له غايات، منها أن يضل الناس بغير علم. يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء الذين يكذبون على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أول غاياتهم أن يضلوا الناس، أليس كذلك؟ ولذلك جاء هذا الوعيد الشديد عليهم. وكذلك من كذب على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكلامه كله وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وجميع ما يقوله صلى الله عليه وسلم هو بيان لما في كتاب الله،
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكلامه صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان لما في كتاب الله عز وجل. ولذا فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم استحق الوعيد الذي جاء في هذه الأحاديث. فالكذب عليه أشد من الكذب على غيره. ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. يعني حتى لو حدث بحديث يظن أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتيقن ذلك فهذا أيضا كاذب ومتوعد بما توعد به الكاذب على نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الحل إذن إذا كان الإنسان يريد أن يذكر حديثا لا يعلم صحته من ضعفه؟ الحل أن يقول: يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يروى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهنا يبرأ هو من قول أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، أليس كذلك؟ ويبرأ من الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإنما هذا روي، وأنت أيها السامع عليك التحقق من صحته أو ضعفه أو غير ذلك. الباب التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القول على الله بلا علم. باب ما جاء في القول على الله بلا علم. وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. قال أبو موسى: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين أو يمرق من الدين. وفي الصحيح عن ابن عامر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في القول على الله بلا علم. ما الفرق بينه وبين الباب الذي قبله؟ الباب الذي قبله في الكذب على الله ورسوله، وهذا الباب في الذي يتكلم على الله ورسوله لكن بدون علم، يتكلم بدون علم، قد يصيب وقد يخطئ، وهذا أيضا من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرنها بإيش؟ الفواحش وبالشرك به سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلو تكلم الناس في المجالس في مسألة معينة فكل أدلى بدلوه، هذا تكلم بها وهذا تكلم بها وهذا تكلم بها، جميل. الأول لديه علم وتكلم بالعلم الذي تعلمه، هذا مأجور. الثاني لا علم له ولكنه قال: أظن أن الحكم في هذه المسألة كذا وكذا، فهذا الثاني مأجور ولا مأزور؟ مأزور، لأنه تكلم على الله بلا علم. والثالث لا علم لديه فكذب على الله تبارك وتعالى متعمدا بأن الله أو بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. الثالث هذا مأزور أيضا ولا لا؟ مأزور، لكن إثمه أعظم من الثاني. فكلاهما قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الثالث وقع في كبيرة أعظم من الثاني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا شك أن من علامات الساعة رفع العلم وانتشار الجهل، أليس كذلك؟ وقد سبق معنا في دروس أشراط الساعة أن بينا ذلك. لكن كيف يرفع العلم؟ يرفع العلم بقبض أهله
لا ينتزع العلم ربنا سبحانه وتعالى من قلوب العباد، لكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد ذكر الحافظ بن حجر في الفتح بعد ذكره لهذا الحديث كلاما جميلا في كيفية رفع العلم، فقال: ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع، فيكون أولا رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق، ثم المقيد ثانيا، فإذا لم يبقى مجتهد استووا في التقليد، لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض، ولا سيما إن فرعنا على جواز تجزؤ الاجتهاد، ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم. وإليه الإشارة بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام، كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الجهاد، إلى أن قال عن ذلك الزمان: يزداد حينئذ عليه الجهل وترئيس أهله، ثم يجوز أن يقيض أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام، وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا، ثم تهب الريح التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي ريح فتقبض نفس كل مؤمن، فتقبض كل مؤمن، وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلا عن عالم فضلا عن مجتهد، ويبقى شرار الناس فعليهم الساعة والعلم عند الله. هذا ما يتعلق بالقول على الله بلا علم. قال المصنف بعد ذلك: باب ما جاء في شهادة الزور وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. ولهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا الباب أيها الإخوة متعلق بشهادة الزور، والآية في قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور واضحة في النهي عن شهادة الزور وعن القرب منها، واجتنبوا قول الزور، وهو أبلغ من قوله ولا تشهدوا الزور أو لا تقولوا الزور. الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالابتعاد، عفوا، بالنهي عن ذات الفعل بنفسه. والحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك، لكن بلفظ: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، إلا أن في إسناده مقال في بعض رواته قد يصل إلى درجة الكذاب. وعلى كل حال، فإن الحديث الثاني في الصحيحين الذي فيه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وهو بعض من حديث طويل جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت، إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من تأثره بذلك. وقد تكلمنا في بداية الكتاب عن شهادة الزور في باب بيان أكبر الكبائر الذي عقده المصنف في أول الكتاب، وذكرنا لكم حينها أن شهادة الزور وصف الزور بأصله أنه وصف الشيء على خلاف ما هو عليه. أصل الزور وصف الشيء على خلاف ما هو عليه، وقد يضاف إلى القول وقد يضاف إلى الفعل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فكل ما وصفته أو بينته على خلاف واقعه فهذا من الزور، وينسب إلى القول وينسب إلى الفعل. والكبيرة التي في هذا الباب هي شهادة الزور، فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، هي من عطف البيان،
فبين النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور بأنها هي إيش؟ هي شهادة الزور، هي شهادة الزور. وعليه فيكون قول الزور وشهادة الزور كل قول أو فعل باطل يخير الشيء على خلاف حقيقته. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذه هي الكبيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا، في هذا الباب، وهو باب شهادة الزور. قال المصنف بعد ذلك: باب ما جاء في اليمين الغموس. عن ابن مسعود مرفوعا: من حلف على مال امرئ مسلم، من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي أمامة مرفوعا: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان كبيرة من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس، وهي اليمين التي تغمس صاحبها في النار. سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. والأيمان ثلاثة: يمين غموس، وهي اليمين التي يحلف بها صاحبها على أمر ماض غالبا، وهو يكذب بعمد، وهو يكذب بعمد، يخبر بخبر من الأخبار فيحلف عليه وهو كاذب، وكذبه هذا بعمد، يعلم أنه كاذب في ذلك. فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. واليمين الثانية هي اليمين المعقودة، وتسمى اليمين المكفرة. وهذه اليمين التي يحلف صاحبها بها على أمر مستقبلي يفعله أو يخبر بوقوعه و يظن هو أنه يستطيع أن يقوم به بهذه اليمين، ثم يتبين له بعد ذلك خلاف ذلك فيكفر عن يمينه، وهذه ما تسمى باليمين المكفرة. أو يخبر بخبر يظن أنه كذلك فيتبين له بعد ذلك أنه على خلاف ما قال، فهذه هي اليمين المكفرة، وهذا النوع الثاني. وسميت المكفرة لأن لها كفارة، وهي ما قاله الله عز وجل في كتابه العزيز: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وعلى كل حال ينبغي الإنسان على الإنسان أن يحفظ يمينه، لقوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. واليمين الثالثة هي اليمين اللغو، وهي قول الرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هي قول الرجل: لا والله وبلا والله، مما اعتاده من الكلام. فهذه من لغو اليمين التي لا يؤاخذ بها الإنسان ولا كفارة فيها. واليمين الأولى وهي اليمين الغموس فيها التوبة، ولا تنفعها الكفارة، ولا تنفعها الكفارة. وهذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان الوعيد الشديد على من حلف كاذبا ليأخذ حق امرئ مسلم وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا. فمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه غضب الله عليه وحرم عليه الجنة وأوجب له النار. وهذه الأوصاف الثلاثة كافية في جعلها كبيرة ولا غير كافية؟ كافية في جعلها كبيرة. فليحذر الإنسان من اليمين الغموس، وعلى وجه الخصوص إذا اقتطع بها الإنسان حق امرئ مسلم. واليمين الغموس أيها الإخوة تكون في 3 أمور: تكون في الأخبار الكاذبة، وتكون اليمين الغموس أيضا في الشهادات، وتكون اليمين الغموس أيضا في الخصومات. الشهادات والخصومات نوع واحد، فهي تكون في الأخبار وتكون في الشهادات والخصومات، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث تكون في البيع والشراء، وهذا من أشد ما أتى عليه الوعيد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الإنسان يجعل يمينه دائما وديدنه في البيع والشراء اليمين، هذا يشتري ويبيع وينفق سلعته، لكن تذهب معه البركة، منفقة للسلعة ممحقة للبركة والعياذ بالله. فاحفظوا أيمانكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.